مساء الخير، كنا بدأنا الأسبوع اللي فات في تشابتر 2 والنهاردة هناخد جزء تاني في تشابتر 2. بس قبل ما نكمل تشابتر 2 عايزين نفتكر شوية حاجات كده كنا قلنا عليها الأسبوع اللي فات. احنا اتفقنا ان المادة بتاعتنا اسمها VLSI، دي اختصار Very Large Scale Integration أو Very Large Scale IC، تمام؟ وقلنا ان IC هي تشيب، التشيب دي لو فتحناها هنلاقي جواها دايرة، الدايرة دي بتنفذ فانكشن معينة. فاحنا مطلوب مننا في المادة بتاعتنا ان احنا نتعلم ازاي نعمل ديزاين لأي IC، تمام؟ فمن اللي مكتوب قدامنا ده واضح ان انا عشان اعمل ديزاين لأي IC عندي 3 خطوات. اول حاجة ابتدي من الشمال لليمين، اول حاجة ابتدي اعرف الفانكشن اللي انا عايز الIC بتاعتي تعملها. بعد ما اعرف الفانكشن هبتدي اصمم الدايرة اللي هتنفذ الفانكشن دي، وبعدين تالت خطوة هحط الدايرة بتاعتي جوه تشيب. واتفقنا ان احنا واحنا في تاني خطوة واحنا بنصمم الدايرة اللي هتنفذ الفانكشن قلنا ان احنا هنصمم دوائر ديجيتال، يعني بنتعامل مع زيروز وونز، تمام؟ وقلنا كمان ان الاليمنت الوحيد اللي هنستخدمه في الدايرة بتاعتنا هو المصفت، يعني الدايرة مش هيبقى فيها غير مجموعة من المصفت ترانزستورز، علشان كده تشابتر 2 بيتكلم عن المصفت، يعني ده الاليمنت الوحيد اللي هنتعامل معاه، وبالتالي لازم نبقى عارفين كل حاجة عنه عشان نستخدمه صح. فاتفقنا هو المصفت تبع اني ترانزستور فاميلي. احنا عندنا 2 فاميليز اوف ترانزستور، في البي جي تي وفي الفت. في الفت في منه نوعين، الجي فت وده يا ان تايب يا بي تايب، والموسفت. الموسفت في منه نوعين، ديبليشن مود وانهانسمنت مود، وكل واحد فيهم في منه ان وبي. طيب احنا هنشتغل على مين؟ زي ما قلنا المره اللي فاتت هنشتغل على الفت فاميلي، ايوه اني نوع فيهم، هنشتغل على الموسفت اني نوع من انواع المصفت، الانهانسمنت مود. يبقى احنا من غير ما نقعد نقول كل شويه، احنا كل كلامنا عن الانهانسمنت مود مصفت، من غير بقى ما نقعد كل شويه نقول خلي بالكم ان الكلام ده على الانهانسمنت مود مصفت، تمام؟ وعشان كده مسكنا المره اللي فاتت المصفت عرفنا له شويه حاجات. اول حاجه عرفنا شكله في الدايره ايه اللي هو السيمبول بتاعه. تاني حاجة عرفنا الكونستراكشن بتاعه اللي هو تكوينه الداخلي. تالت حاجة عرفنا ازاي المصفت بيشتغل، تمام؟ او سمينا الكلام ده modes of operation، يعني ايه؟ يعني ايه المراحل اللي بيعدي عليها المصفت علشان يبتدي يشتغل. طب احنا شرحنا نوع الان ولا نوع البي؟ قلنا هنتكلم عن الان وعكسه في البي، يعني احنا اتكلمنا عن الان انهانسمنت مود مصفت وقلنا عكس الكلام ده بيحصل في البي، خلاص؟ فالان شكله ايه؟ شكله هو زي ما رسمناه المره اللي فاتت. واتفقنا انه لما اتكلم عن اي ترانزستور سواء مصفت او غيره، فاي ترانزستور علشان يشتغل يعني عشان يبتدي يطلع اوتبوت محتاج شويه حاجات. محتاج ايه؟ اول حاجه محتاج سبلاي. السبلاي ده عندنا في المصفت عبارة عن بطارية بنحطها بين الدرين والسورس، البوزيتيف بتاعها مع الدرين، النيجاتيف مع السورس، وقلنا ليه المرة اللي فاتت. بعد ما بحط البطارية بنبتدي ندخل انبوت اللي هو جهد بنحطه على الجيت، سميناه في جي او في جي اس، الاتنين حاجة واحدة. ليه؟ لان السورس بتاعنا متوصل بالجراوند، يبقى الفي جي هي نفسها الفي جي اس. لو انا غذيت الترانزستور بتاعي عن طريق ان انا حطيت سبلاي ودخلت له انبوت هيبتدي يطلع لي اوتبوت، فالاوتبوت اللي بيطلعه لي المصفت هو عباره عن كارنت بيمر من الدرين للسورس او سميناه اي دي اس. طيب انا بعد ما غذي الترانزستور بتاعي ادخل له اي انبوت؟ اتفقنا لا، المصفت علشان يشتغل لازم ادخل له انبوت معين، فولتج معين، مش اي فولت. قلنا ايه الفولتج اللي بيشغل المصفت بتاعنا؟ سميناه threshold voltage، هو ده الجهد اللي لو دخلته على الانبوت المصفت بتاعي هيبتدي يشتغل.
طب ليه؟ لأن الجهد ده عنده التشانل اللي هي بتتكون هنا بين الدرين والسورس بتبتدي تتكون. طالما التشانل اتكونت يبقى الكارنت بسهولة يقدر يمر من الدرين ويمشي في التشانل ويعدي يوصل للسورس. ليه؟ لأن المنطقة دي كلها بتبقى عبارة عن نوع واحد، الدرين نوعه ان والتشانل بتتكون بيبقى نوعها ان والسورس نوع ان، فكأني عندي سلكة واحدة كلها نفس النوع، وبالتالي الكارنت بسهولة بيقدر يمر من الدرين للسورس، يعني في اوتبوت طلع، يعني الترانزستور اشتغل. اوكي، يبقى الترانزستور علشان يشتغل، الموسفت بتاعنا عشان يشتغل، مش بدخله اي انبوت، مش بدخله اي جهد في الانبوت. امال بدخله ايه؟ بدخله قيمة معينة سميناها الثريشولد فولتج. ليه؟ اشمعنى القيمة دي؟ لان القيمة دي عندها التشانل بتبتدي تتكون. وانس التشانل اتكونت التيار بيقدر يمر، يعني في اوتبوت، يعني الترانزستور بتاعي شغال. فلو انا دخلت على الجيت جهد اقل بكتير من الجهد المطلوب، اقل من الثريشولد فولتج، ساعتها التشانل بتكون لسه ما اتكونتش، وبالتالي الكارنت بيبقى بزيرو، يعني الترانزستور بتاعي اوف. يعني ايه ترانزستور اوف؟ يعني الوصله بين الدرين والسورس اوبن سيركت، مفتوح، يعني الكارنت اللي واقف عند الدرين مش هيقدر يوصل السورس، يبقى هو كده مش شغال، كده مفيش اوت. تمام. طيب لو علينا الجهد اللي على الجيت شويه بحيث انه قرب من الثريشولد فولتج، من القيمه المطلوبه، قرب مش ساوى، ايه اللي هيحصل؟ لقينا ان في حاجه اسمها ديبليشن ريجون بتبتدي تتكون، بس لان برضو لسه التشانل ما اتكونتش يبقى مفيش كارنت. طيب فنعلي الجهد اللي على الجيت اكتر بحيث ان احنا نوصل للقيمة المطلوبة او للثريشولد فولتج، ساعتها التشانل بتبتدي تتكون، وطالما التشانل اتكونت يبقى الكارنت هيبتدي يعدي من الدرين للسورس. تمام، يعني في اوت. طب اقدر اقول كده ان الترانزستور بقى اون؟ ما خلاص الكارنت عدى من الدرين للسورس، يعني في اي دي اس، يعني في اوت. خلاص يبقى كده الترانزستور بتاعي اون. قالك لا، كلمة اون يعني ايه؟ يعني اوصل للمنظر ده، يعني الوصلة بين الدرين والسورس تتقفل بسلكة مش بمقاومة. طب ايه الفرق؟ ما هي الوصلة لو مقفولة بمقاومة يعني انا عندي تشانل، بس تشانل ليها مقاومة. خلاص ايه المشكلة؟ قالك المشكلة ان الكارنت اللي بيبقى عند الدرين مش بيتنقل كله للسورس، يعني بيبقى فيه فقد، فدي مش حالة الاون. انا ما اقدرش اعتبر في الحالة دي ان ترانزستور اون. يعني ايه ترانزستور اون؟ يعني كل اللي عند الدرين يوصل للسورس، يعني عندي الوصله بين الدرين والسورس شورت سيركت. طيب ازاي اوصل للمنظر ده؟ قلنا هندخل على كل ما نعلي الجهد اللي على الجيت اكتر من الجهد المطلوب، مساحه التشانل بتزيد، وقلنا في علاقه بين المساحه والمقاومه، كل ما المساحه تزيد المقاومه بيحصل لها ايه؟ بتقل. المقاومه اللي هنا دي بتقل لغاية ما اوصل ان انا مدخل على الجيت اعلى جهد ممكن، اللي هو السبلاي كله. يعني انا لو موصل بطارية 5 فولت ادخل على الجيت 5 فولت، ساعتها التشانل سايز بيبقى اكبر ما يمكن، فالمقاومة بتبقى تنس تو زيرو، يعني دي ما بقتش، دي بقت المقاومة بتاعتها زيرو، يعني بقت سلكة خلاص. وطالما وصلنا ان الكونكشن بين الدرين والسورس عبارة عن سلكة، يبقى الترانزستور بتاعي ماله؟ بقى اون خلاص، كل اللي عند الدرين بيوصل للسورس، هي دي حالة الاون. اوكي، يبقى حالة الاوف فين؟ ان انا مدخل على الجيت اقل جهد ممكن، جهد اقل بكتير من الفي ثريشولد، اقل حاجة، ساعتها مفيش تشانل، فالكارنت بزيرو، يعني ترانزستور اوف، يعني الوصلة اوبن سيركت. طب لو دخلت على الجيت اعلى جهد ممكن، اللي هو السبلاي، قيمة السبلاي كله، ساعتها التشانل هتبقى متكونة، وكمان هتبقى عبارة عن سلكة مقاومتها زيرو، خلاص يعني الترانزستور بتاعي هيبقى اون. دول الحالتين اللي يهمونا، حالة الاون وحالة الاوف، لان احنا شغالين ديجيتال، فديجيتال يبقى يهمني حالة الاون وحالة الاوف. خلاص اوكي، يبقى احنا لغاية دلوقتي اللي عرفناه عن الموسفت، قلنا السيمبول بتاعه اللي هو شكله في الدايرة، الكونستراكشن اللي هو تكوينه الداخلي، بعد كده ازاي بيشتغل، واتكلمنا عن او شرحنا ازاي بيشتغل ال N MOSFET وعكسه في البي. تمام، رابع حاجة اخدناها الفرق بين
النوعين بتوع الموسفت اللي هو الانهانسمنت مود موسفت والديبليشن مود موسفت. خلاص النهارده بقى عايزين نكمل كلامنا عن الموسفت، وده اخر كلام نظري هناخده عن الموسفت، علشان في الفيديو الجاي ان شاء الله نبتدي في الديزاين. مسائل الديزاين لذيذه جدا وسهله ودرجاتها مضمونه، بس لازم ابقى فاهم اللي هيتقال دلوقتي كويس جدا جدا جدا، لانه ده بيتبني على اساسه ديزاين. خلاص، وفي نفس الوقت النظري اللي هنقوله برضو النهارده بيجي سؤال في الامتحان. تمام، ايه الحاجه اللي فاضله عن المصفت اللي عايزين نتكلم عنها؟ هو ان احنا عايزين نشغل الانهانسمنت مود مصفت بتاعنا كسويتش. ليه كسويتش؟ الكلام ده قلنا من شويه، لان احنا قلنا ان احنا السيركت اللي هنعملها ديزاين نوعها ديجيتال، هنعمل ديزاين للديجيتال سيركتس. خلاص، هي الدايره بتاعتي بتتكون من ايه؟ من مجموعه مصفت، صح كده؟ كل الموسفتس دول هيبقوا شغالين ديجيتال. طب يعني ايه موسفت ترانزستور شغال ديجيتال؟ يعني حاجتين. اول حاجة انه داخله يا لوجيك 1 يا لوجيك 0. احنا شغالين ديجيتال يعني بتعامل مع 0s و 1s. فاول معلومة ان هو داخله يا لوجيك 1 يا لوجيك 0. طب ايه اللوجيك 1 وايه اللوجيك 0؟ قالك لوجيك 0 بيمثل اقل جهد ممكن انت بتدخله، يبقى اقل جهد بدخله بعبر عنه بلوجيك زيرو. خلاص، وبسميه جراوند او في اس اس. طيب ايه اللوجيك 1 ده؟ اللوجيك 1 ده بيمثل اعلى جهد ممكن هندخله للترانزستور بتاعنا. خلاص اوكي، وهسميه باور او في دي دي. تمام، زي ما كنا قبل كده في البي جي تي بنسمي الحاجات دي VCC و VEE والكلام ده. فاحنا عندنا في الموسفت بسمي اقل جهد ممكن جراوند او VSS، اعلى جهد ممكن باور او VDD. تمام، طيب يبقى اول حاجة عرفناها ان الموسفت بتاعي شغال ديجيتال. يعني ايه؟ يعني يدخله لوجيك 0 يا لوجيك 1، وعرفنا يعني ايه لوجيك 0 وعرفنا يعني ايه لوجيك 1. تاني حاجة، معنى ان الموسفت بتاعي شغال ديجيتال انه ليه حالة من الاتنين، يا اون يعني الوصلة بين الدرين والسورس سلكة، يا اوف يعني الوصلة بين الدرين والسورس اوبن سيركت. يعني ايه اون واوف؟ يعني من الاخر شغال سويتش. خلي بالكوا الموسفت ممكن يشتغل امبليفاير، ممكن يشتغل سويتش. طب اشمعنى احنا هنشغله سويتش؟ لان احنا قلنا احنا شغالين ديجيتال، يعني الموسفت يا داخله 0 1 ولي حالة من الاتنين، يا اون يا اوف، يعني شغال سويتش. تمام، طيب واحنا عندنا كام نوع من انواع السويتشات؟ هو الموسفت كام نوع؟ تعالوا نرجع كده نفتكر الموسفت كان كام نوع. طبعا كلامي على الانهانسمنت مود، اوكي. فهو الانهانسمنت مود موسفت في منه نوعين، ان وبي. فالان ممكن اشغله كسويتش وهسميه ان سويتش، والبي ممكن اشغله برضو كسويتش وهسميه بي سويتش، صح كده؟ يبقى احنا متوقعين ان احنا عندنا نوعين من انواع السويتشات، ان سويتش وبي سويتش. خلاص، لا هما بقى مش نوعين، ده هما كمان ثلاثة. تعالوا كده نشرح النوعين اللي احنا توقعناهم ونشوف مين النوع الثالث. اول حاجه الان سويتش. الان سويتش ده ان احنا النوع اللي اسمه ان موسفت هشغله كسويتش، فبسميه ان سويتش. تمام، اي سويتش من السويتشات اللي هناخدها لازم ابقى عارف عنه ثلاث معلومات، اوكي. طيب قبل ما ابدا في الان سويتش، لو فهمنا الان سويتش كويس جدا 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 احنا كده خلصنا، لانه هتلاقونا بنعكس الكلام في البي، والنوع التالت هتلاقونا بنضم النوعين على بعض. خلاص، فاللي هيفهم الان كويس يبقى هو كده خلص الكلام اللي احنا عايزين نقوله. طيب ايه التلات معلومات اللي محتاجين نعرفهم عن اي سويتش؟ اول حاجه السيمبول بتاعه، يعني شكله ايه في الدايره. فاحنا قبل كده عرفنا ان الان موسفت شكله كالاتي، اهو جيت ودرين وسورس. المنظر ده بسميه ترانزستور ليفل، يعني انا كده رسمت الان موسفت كترانزستور. ايه ده، وانا ينفع ارسمه كحاجه تانية في الدايره؟ قالك انا ممكن بدل ما ارسمه في الدايره كترانزستور ارسمه كسويتش. طب ازاي ارسمه كسويتش؟ بعمل مستطيل بكتب جواه حرف ان ونفس الثلاث اطراف جيت ودرين وسورس. لو رسمت الان موسفت بتاعي كسويتش ساعتها بسمي المنظر ده
switch level. خلاص، يبقى أنا دلوقتي من حقي أرسم الموسفت بصورة من الاتنين، يا كترانزستور بالمنظر ده يا كسويتش بالمنظر ده. لو رسمت الموسفت بالمنظر ده بسمي المنظر ده ترانزستور ليفل، رسمت الموسفت بالمنظر ده بسمي المنظر ده سويتش ليفل. دي أول معلومة محتاجين نعرفها عن ال N سويتش أو أي نوع من أنواع السويتشات اللي هناخدها، شكله إيه في الدايرة. تاني حاجة، هو ال N موسفت أو ال N سويتش ده بيشتغل إزاي؟ مش ده سويتش، عرفني أخليه أون إزاي وأخليه أوف إزاي. تمام، فإحنا شرحنا قبل كده ال N موسفت بيشتغل إمتى. تعالوا نرجع كده للمودز أوف أوبريشن، أهو قعدنا نشرح مراحل كتير بيعدي عليها عشان يشتغل. انا عايز ايه من كل المراحل دي؟ انا عايز امتى يبقى اون وامتى يبقى اوف، واحنا عايزين ندور من وسط الكلام ده فين حالة الاون وحالة الاوف. فلقينا اهو، لو الجيت داخل عليها الجهد اقل بكتير من المطلوب، يعني اقل جهد ممكن، ساعتها ال ان موسفت بتاعي بيبقى اوف. لكن لو الجيت داخل عليها اعلى جهد ممكن اللي هو السبلاي، ساعتها ال N MOSFET بتاعي بيبقى on. هما دول الحالتين اللي أنا عايزهم. فتعالوا نكتب الكلام ده هنا. يبقى لو الجيت داخل عليه جهد قليل قوي قوي، احنا قلنا بقى هنعبر عن الجهد القليل بلوجيك زيرو، احنا مش هنتكلم بقى بجهود، مش هنتكلم بقيم حقيقية، هنتكلم بلوجيك زيرو ولوجيك وان. فلو الجيت داخل عليه جهد قليل قوي قوي يعني لوجيك زيرو، ساعتها ال N switch بتاعي هيبقى off. اوكي، يعني الوصله بين الدرين والسورس هتبقى اوبن سيركت. لكن لو الجيت داخل عليه اعلى جهد ممكن، وقلنا هنعبر عن اعلى جهد ممكن بلوجيك 1، ساعتها ال N سويتش بتاعي هيبقى اون، يعني شغال، يعني الوصله بين الدرين والسورس مالها شورت سيركت. طيب دي تاني معلومه محتاجين نعرفها عن ال N MOSFET او ال N سويتش. تالت بقى معلومه، ده سؤال امتحان بيجي في اي امتحان. خلاص، قبل ما اقولك السؤال تعال نقولها كده بطريقه سهله واقولك احنا بنجاوب ازاي، وبعد كده اقولك السؤال بيجي ازاي. بيقولك ايه؟ هو مش احنا قلنا ان لو الجيت داخل عليها اعلى جهد ممكن اللي هو لوجيك 1، ساعتها الوصله بين الدرين والسورس بقت شورت سيركت، صح كده؟ احنا قلنا الكلام ده. طب يعني ايه الوصله بين الدرين والسورس شورت سيركت؟ يعني اي حاجه حطها ناحيه الدرين هتظهر ناحيه السورس، او العكس، اي حاجه احطها عند السورس تظهر ناحيه الدرين، ما هي بقت سلكه، اللي موجود في ناحيه موجود الناحيه التانية. تمام، فهو بيقول لك وريني بقى لو ال N MOSFET on، يعني الوصله دي شورت سيركت، ازاي الحاجه اللي موجوده عند الدرين توصل للسورس او العكس. اوكي، طيب انا لسه ما قلتش السؤال بيجي ازاي في الامتحان، احنا بنقولها بطريقه بسيطه وبعدين لما نقول الإجابة هنبتدي نفهم هو السؤال ممكن يبقى شكله إيه. طيب مبدئيا السؤال اللي احنا لسه معرفناش بنتسأله إزاي، أنا طبعا كاتباه هنا بين قوسين عشان الكلام يبقى مرتب، بس هنرجع نقراه كمان شوية. خلاص، المهم السؤال ده لو جالك في الامتحان أجاوب أقول له إيه؟ أفهمه إيه؟ أحط له حاجة على طول عند الدرين وأوري له هي إزاي بتنقل ناحية السورس؟ قالك لأ، انت الاول لازم تعرفه هو ال N MOSFET اصلا ازاي يبقى اون، وبعدين لما يبقى اون يعني الوصله بين الدرين والسورس بقت شورت سيركت، ساعتها ابتدي احط له حاجه ناحيه الدرين واوريله ازاي الحاجه دي بتوصل ناحيه السورس. خلاص، طيب هو الترانزستور بتاعي لو نوعه ان ازاي اخليه اون؟ اخليه اون ازاي؟ احنا اتفقنا ان ال N MOSFET بتاعي او ال N ترانزستور عشان يبتدي يبقى on، يعني علشان يطلع output يبقى فيه IDS، لازم التشانل تتكون. طيب هي التشانل بتتكون امتى؟ نرجع تاني للشرح، امتى التشانل بدأت تتكون؟ لو ال VGS بتساوي VT او كبرت عن ال VT، صح؟ يعني لو ال VGS اكبر من او تساوي ال VT، ساعتها انا متأكد ان في تشانل. طالما في تشانل يبقى الكرنت اللي عند الدرين بيقدر يوصل للسورس، يعني انا بقى عندي اي دي اس، يعني الترانزستور بتاعي شغال. يبقى اول حاجه الترانزستور عشان يبقى اون هقول له
في شرط معين لازم يتحقق. ايه الشرط ده؟ ان الفي جي اس تبقى اكبر من او تساوي الفي تي. اشمعنى الشرط ده؟ لان الشرط ده عنده التشانل بتتكون. وانس التشانل اتكونت يبقى كده خلاص في اوتبوت، يعني الترانزستور شغال. بس انا مش بقول لك انا عايز الترانزستور يبقى شغال، انا عايزه يبقى اون. ما هو كده شغال، بس هو كده مش اون. اون يعني ايه؟ يعني الوصله بين الدرين والسورس مش مقاومه، الوصله بين الدرين والسورس سلكه. طب ازاي اوصل لحاله السلكه؟ ان انا جنب الشرط ده ابقى مدخل على الجيت اعلى جهد ممكن. يبقى الترانزستور بتاعي عشان يبقى اون لازم يحصل حاجتين، لازم في شرط يتحقق ان الفي جي اس تبقى اكبر من او تساوي الفي ثريشولد. لو الشرط اتحقق يبقى التشانل اتكونت، بس التشانل دي عباره عن مقاومه ولا سلكه؟ انا عايزها سلكه، فعشان تبقى سلكه لازم ازود على الشرط ده جزء تاني، وهو ان الفي جي اس بتاعتي يبقى داخل عليها اعلى جهد ممكن اللي هو السبلاي، وهو ده اللي احنا كاتبينه في اول الاجابه. يبقى انا في A و B بفهمه هو الان موسفت بتاعي ازاي يبقى اون. اهو قلت له عشان يبقى اون لازم في كونديشن يتحقق، اهو كونديشن يكتبه بالطريقه دي يكتبه بالطريقه دي، هم حاجه واحده. بس ده لو اتحقق انا مش اون لسه. عشان تضمن ان انت اون لازم الجيت يبقى عليها اعلى جهد ممكن، وقلنا هنعبر عن اعلى جهد ممكن بلوجيك 1. اوكي، يبقى في الجزئيتين دول احنا ورينا له ازاي نوصل لحالة الاون، ازاي نوصل ان الوصلة بين الدرين والسورس بقت سلكة. باقي بقى نوري له ان الوصلة لما بين الدرين والسورس بقت سلكة، ازاي الحاجة اللي حطها عند السورس توصل للدرين، او الحاجة اللي حطها عند الدرين توصل للسورس. خلاص، طب هو انا الحاجة احطها عند السورس ووصلها للدرين، ولا احطها عند الدرين ووصلها للسورس؟ قالك لا ما تحيرش نفسك، هي كده كده مش هتفرق. خلاص، كده كده الوصلة بينهم سلكة. فانا عشان ما اقعدش اشغل بالي هو انا بتكلم عن الدرين ولا عن السورس، او يعني هحط حاجة عند السورس وانقلها للدرين، ولا احط حاجة عند الدرين وانقلها للسورس، قالك تعالى نسمي ناحية A وناحية B، وانا احط حاجة عند الناحية A وعايز اوصلها عند الناحية B بغض النظر بقى مين الدرين ومين السورس. خلاص، فانا هرسم له اهو الان ترانزستور بتاعي شكله كالاتي، وهبتدي احط له كل الجهود الممكنه ناحيه الاي، واشوف الجهود دي كل جهد فيهم هيوصل ناحيه البي ولا لا. طب هي ايه الجهود الممكنه؟ من اقل جهد لاعلى جهد. اقل جهد اللي هو الزيرو فولت، صح؟ اعلى جهد اللي هو مين؟ اللي هو السبلاي، اللي هو سميناه في دي دي. قلنا هنسمي اعلى جهد هو الفي دي دي. طيب بس انا محتاج ارقام، يعني انا مش هينفع اتعامل برموز. هو هيديني الفي دي دي بكام؟ ممكن يديني، ممكن في السؤال يقول لك اشتغل على الفي دي دي لقيمتها كذا. طب ما ادانيش، انا هفرض. فانا جيت هنا قلت له انا هفرض ان الفي دي دي بخمسة فولت، يبقى انا هبتدي احط عند الاي جهود من زيرو لخمسة، واشوف بقى الزيرو لما يبقى عند الاي هيوصل للبي ولا لا، الواحد لما يبقى عند الاي يوصل للبي ولا لا، الاثنين لما تبقى عند الايه هتوصل للبي ولا لغايه ما اوصل للخمسه، صح كده؟ طيب هعمل ايه بقى يا شباب؟ هقول له بص، اي حاجه موجوده ناحيه الايه عشان توصل ناحيه البي، انا قلت لك قبل كده في حاجتين لازم يحصلوا. ايه الحاجتين دول؟ لازم بقى في شرط معين يتحقق اللي هو الفي جي اس اكبر من او يساوي الفي تي، ولازم ادخل على الجيت اعلى جهد ممكن. طب هو ايه اعلى جهد ممكن؟ اللي هو الفي دي دي اللي احنا فرضناه بخمسة. فانا هريح دماغي وادخل على الجيت من الاول خمسة فولت، يبقى الجيت عليها اعلى جهد ممكن. يبقى انا محقق الجزئية دي. باقي الكونديشن يتحقق ساعتها، لو الكونديشن اتحقق وانا اصلا مدخل على الجيت اعلى جهد ممكن، يبقى الترانزستور اون، يبقى انا ضامن 100% ان الحاجة اللي عند الاي هتوصل عند البي. اوكي، يبقى خلي بالكوا احنا مدخلين كده كده طول الوقت على الجيت اعلى جهد ممكن، يبقى دي مخلصينها خلاص. فانا في كل مره كل اللي انا هعمله ان انا هشيك هل الشرط ده متحقق ولا مش متحقق. اوكي، تعالوا نبتدي كده. اهو هقول له لو الاي داخل عليها او عندها 0 فولت، هل ال 0 فولت دي هتتنقل عند البي؟ هقول له 0 فولت عشان تتنقل على عند البي لازم يحصل حاجتين، الجيت يبقى عليها اعلى جهد، خلاص ده انا عامله طول الوقت، يبقى باقي ان انا اشيك على الشرط. فهو الشرط كان بيقول ايه؟ لازم الفي جي اس يبقى اكبر من الفي ثريشولد.
طيب ال في جي اس بكام؟ قالك ال في جي اس هي في جي ماينس في اس. ال في جي اللي هو الجهد اللي على الجيت اللي هو 5 فولت، يبقى 5 ناقص ال في اس اللي هو ايه؟ الفولت اللي على السورس اللي هو نفسه الايه؟ خلاص اللي هو بكام؟ بزيرو فولت، يبقى 5 ناقص 0 ب 5. طب الثريشولد بكام؟ ممكن يدهوني، لو ما ادهونيش هفرضه، فانا لانه مش مديهوني فرضت ال في ثريشولد ب 1 فولت، رينج كده يكون فعلا مستخدم او موجود في داتا شيت لموصف الترانزستور ده، مش اي رقم يعني. خلاص ففرضت ال في ثريشولد ب 1 فولت، طالما ال في جي اس ب 5 وال في ثريشولد ب 1، يبقى ال في جي اس اكبر من ال في ثريشولد، يعني الشرط متحقق، وانا اصلا مدخل على الجيت اعلى جهد ممكن، يبقى الحاجتين دول متحققين، يعني الوصله بين السورس والدرين عباره عن سلكه، يبقى شور الزيرو اللي عند الاي هيوصل للبي، يعني البي هيوصل لها الزيرو فولت. هكرر نفس الكلام. طب لو الاي بقت بواحد، هقول له الواحد ده عشان يتنقل لازم يحصل حاجتين، الجيت يبقى عليها اعلى جهد ممكن، خلاص ما احنا عاملينه. تاني حاجه الشرط يتحقق، فهشيك على الشرط. الفي جي اس بكام؟ هي في جي ماينس في اس، الفي جي ب 5. الفي اس بكام؟ اللي هي الاي اللي هي بكام؟ بواحد، 5 ناقص 1 ب 4، والفي ثريشولد ب 1، الاربعه اكبر من الواحد، يبقى الشرط الكونديشن متحقق. خلاص فطالما الكونديشن متحقق وانا مدخل على الجيت اعلى جهد ممكن، يبقى الحاجه اللي عند الاي هتوصل للبي، يبقى البي هتبقى برضو 1 فولت. هكمل لغايه ما اوصل لاخر قيمه موجوده عند الاي اللي هي 5 فولت، وعايز اشوف الخمسه دي هتتنقل ولا مش هتتنقل. فعشان خمسه تتنقل لازم الوصله بين الدرين والسورس تتقفل بسلكه، الوصله دي عشان تتقفل بسلكه لازم الجيت يبقى عليها اعلى جهد ممكن، خلاص انا عامل كده، ولازم الشرط يتحقق، فهشيك على الشرط. الفي جي اس بتساوي ايه؟ بتساوي في جي ماينس في اس، الجيت ب 5 والسورس اللي هو نفسه الاي ب 5، 5 ناقص 5 بزيرو، الزيرو ده اقل من الفي ثريشولد اللي هو 1. طالما الشرط مش متحقق خلاص، يبقى الترانزستور بتاعي هيبقى اوف، يبقى الحاجة اللي عند الاي مش هتقدر توصل للبي، لان الترانزستور بتاعي مش شغال. عشان يشتغل لازم الحاجتين دول يتحققوا، مش حاجة واحدة فيهم. اوكي طيب، قبل ما اقول بقى conclusion، هو انا في الامتحان هعمل له كل الحالات من 0 ل 5؟ لا. امال هعمل ايه؟ هعمل اول حاله اللي هي الزيرو، واخر حاله اللي هي عندنا هنا 5، واي حالتين في النص. طبعا في حد هيقول طب ما خلاص يعني احنا عملنا 1 2 3 4 4 حالات من 5، يعني ما فرقتش كتير يعني. لا هي هتفرق، لان هو ممكن يديك الفيديو دي 10 فولت، فانت برضو هتعمل اول حاله اللي هي الزيرو، واخر حاله اللي هي ال10، وحالتين في النص، يبقى هي فرقت معاك فعلا، انت مش هتعمل ال10 حالات. خلاص طيب، تعالى عشان نحط الكونكلوجن بتاعنا كده، نرسم البولس اللي وصلت عند البي. هو الزيرو وصل، والواحد والاتنين والتلاتة والاربعة، لكن الخمسة ما وصلتش. طيب مبدئيا انا لا هو كان مديله 5 فولت، ولا كان في ارقام اصلا في المسألة، ده احنا فرضنا ارقام عشان تسهل علينا واحنا بنجاوب. بس بعد ما اعمل اثباتي والكلام ده، لازم ارجع كل حاجه زي ما كانت. فالخمسة فولت هو الفي دي دي، تمام. اوكي هنا بقى الخمسة فولت هي الفي دي دي. طب مين الاربعة فولت اللي هي اخر حاجه وصلت؟ لو جربتوا الاربعه هتلاقوها بتوصل. خلاص فالاربعه دي مين؟ دي 5 ناقص 1، يعني في دي دي ناقص في ثريشولد، 5 ناقص 1 ب 4. اوكي انا رجعت كل حاجه رموز، لان هو ما ادانيش ارقام، فلازم لو فرضت فرضيه ارجع كل حاجه زي ما كانت. طب اقول له ايه بقى؟ قالك الكلام ده معناه، طبعا انا اللي يهمني لاني شغال ديجيتال، اللي يهمني اقل جهد واعلى جهد، اللي هو الزيرو فولت والخمسة فولت. فالزيرو لما كان عند الاي قدر يتنقل للبي، يعني الان موسفت بيقدر ينقل لي الزيرو فولت، لكن الخمسة ما اتنقلتش. يعني أنا كان عندي عند الـ A أعلى جهد 5، أعلى جهد وصل عند الـ B 4، يعني الخمسة ما اتنقلتش. أوكي فالكلام ده معناه إن الـ N MOSFET بيقدر ينقل لي
الزيرو فولت اللي هو لوجيك زيرو بيقدر ينقله زي ما هو، لكن اعلى جهد ممكن اللي هو الخمسة مش بيقدر ينقله كامل. ليه؟ لان اعلى جهد وصل عند البي هو الاربعة، مع ان اعلى جهد عند الاي خمسة، فده معناه ان في فقد. يعني اعلى جهد ممكن ال ان موسفت بتاعي ما قدرش ينقله زي ما هو، عشان كده انا منقطاه، لكن اعلى حاجة قدر يوصلها لي قدر ينقلها لي هي الاربعة، يعني في فقد. عشان كده هقول له conclusion، لما نبص على اقل جهد واعلى جهد هنلاقي ان ال ان موسفت بيقدر يديني جود زيرو، يعني بيقدر ينقل الجهد القليل جود زي ما هو بالظبط، لكن بيديني بور وان، ما بيقدرش ينقل لي. طبعا اللوجيك وان ده اللي هو اعلى جهد ممكن، اعلى جهد ممكن ما بيقدرش ينقله لي زي ما هو، لكن بيبقى فيه فقد. اوكي، يبقى ان موسفت بروديوس جود زيرو، ده لوجيك زيرو اند بور وان. من هنا بقى نقدر نحط السؤال. السؤال بيجي ازاي في الامتحان؟ يقول لك in detail اثبت لي ان ال N MOSFET او ال N switch بيديني جود زيرو وبور وان. اوكي، فين الاجابة؟ هو اللي احنا قلناه. هنبتدي الاول نقول له لان اصلا عشان يشتغل لازم في حاجتين يتحققوا، لازم الحاجتين يتحققوا مش حاجة واحدة فيهم. وبعد كده بعد ما اوريله ازاي الان موسفت او الان سويتش بيشتغل، هبتدي بقى اوريله ازاي الحاجة اللي عند الايه بتتنقل ناحية البي، ومن هنا بقى اوصل ان انا بقى عندي بلصاي ناحية الايه وبلصاي ناحية البي، بتبين ان الجهد القليل يتنقل زي ما هو، لكن اعلى جهد ما بيتنقلش زي ما هو لكن بيبقى فيه فقد. فساعتها اقول له يبقى اذا الكلام ده معناه ان الان موسفت بيديني جود زيرو وبور وان. كده خلصنا الان. اللي فاهم الان كويس نفس الكلام هنقوله في البي بس بالعكس. فهو تاني نوع من انواع السويتشات هو البي سويتش، يعني اشغل البي موسفت بتاعي كسويتش فبسميه بي سويتش. خلاص، محتاجين نعرف له ايه؟ تلات حاجات برضو. اول حاجة شكله، شكله ايه في الدايرة؟ البي موسفت او الان موسفت او اي موسفت اقدر ارسمه يا كترانزستور يا كسويتش. خلاص، فال ان موسفت كنا بنرسمه من غير دايرة، هنا البي موسفت برسمه بنفس المنظر بس بحط دايرة عند الجيت. ده مش معناه ان الحاجة اللي بتخش هنا بتتعكس، لكن الدايرة دي لازمتها علشان افرق بين الان والبي. يبقى لو رسمت الموسفت بتاعي مفيش دايرة عند الجيت يبقى ده نوعه ان، لو رسمت الترانزستور بتاعي وفي دايرة عند الجيت يبقى انا كده بتكلم عن بي موسفت. خلاص، كده انا رسمت البي موسفت كترانزستور، بسمي المنظر ده ترانزستور ليفل. وانا ممكن ارسمه كحاجة تانية، ممكن ارسمه كسويتش. طب ازاي؟ نفس الطريقة اللي رسمنا بيها الان كسويتش، رسمناه ازاي؟ عملنا مستطيل صح وكتبنا جواها ان، هنا هنعمل مستطيل ونكتب جواه بي لان انا بتكلم عن البي. خلاص، وبرضه هحط دايرة عند الجيت. تمام، لو رسمت البي بتاعي كسويتش بسمي المنظر ده سويتش ليفل. يبقى البي موسفت زيه زي الان موسفت، ممكن ارسمه يا كا ترانزستور بالمنظر ده ساعتها بسمي المنظر ده ترانزستور ليفل، يا كا سويتش بالمنظر ده ساعتها بسمي المنظر ده سويتش ليفل. دي اول معلومة محتاجين نعرفها عن البي سويتش او البي موسفت. تمام، تاني معلومة، هو السويتش بتاعي لو نوعه بي اشغله ازاي؟ يعني قول لي ازاي اعمل ايه، ادخله ايه عشان يبقى اون وادخله ايه عشان يبقى اوف. احنا قلنا عكس الان، احنا في الان قلنا الان ازاي بيشتغل؟ لو دخلت على الجيت اقل جهد ممكن يعني لوجيك زيرو بيبقى اوف، لو دخلت على الجيت اعلى جهد ممكن يعني لوجيك وان الان بتاعي بيبقى اون. ده في الان. البي اروح للبي العكس، لو دخلت زيرو في البي وانا بتعامل مع بي موسفت او بي سويتش الترانزستور بتاعي مش هيبقى اوف، هيبقى اون. لكن لو دخلت واحد الترانزستور بتاعي هيبقى اوف. ده الان، هنكتب عكسه في البي. تعالى نكتب الكلام ده اهو،
لو على الجيت دخل اقل جهد ممكن اللي هو لوجيك زيرو، السويتش بتاعي هيشتغل خلاص. يعني ايه شغال؟ يعني الوصله بين الدرين والسورس شورت سيركت. لو دخلت على الجيت واحد لوجيك واحد، السويتش بتاعي هيبقى اوف. يعني ايه؟ يعني الوصله بين الدرين والسورس هتبقى اوبن. اوكي، يبقى اللي كان مذاكر الان او فاهمه هيلاقي نفسه بيعكس الكلام في البي. اوكي، طيب تالت بقى معلومه محتاجين نعرفها عن البي سويتش. هو البي سويتش لما يبقى اون، يعني الوصله بين الدرين والسورس بقت سلكه، ازاي الحاجه اللي عند الدرين توصل للسورس او العكس؟ دي المعلومه الثالثه اللي هي هنكتبها بطريقه سؤال بيجي برضو في الامتحان. الامتحان يا يجي لك الجزئيه دي يا تيجي عن الان يا تيجي عن البي يا تيجي عن النوع الثالث. اوكي، والامتحان غالبا بيبقى مودلز، فكل موديل بيبقى فيه نوع. تمام، طيب مبدئيا هقول له انت عايزني اقول لك ازاي لما الترانزستور لما البي موسفت يبقى اون، يعني الوصله دي بقت سلكه، ازاي الحاجه اللي عند الدرين توصل للسورس او العكس، صح كده؟ تمام، اقول له على طول يعني احط له حاجه عند الدرين ووصلها للسورس او العكس، ولا الاول اعرفه اصلا ازاي البي بيبقى اون، ازاي البي بيشتغل، ازاي بوصل ان الدرين والسورس بينهم سلكه؟ فهقول له كده زي ما عملنا قبل كده مع الان، هقول له البي عشان يشتغل هو عكس الان، البي عشان يشتغل لازم في كونديشن يتحقق علشان الكونديشن ده بيضمن لي ان التشانل اتكونت، بس مش معنى ان التشانل اتكونت ان انا وصلت لحاله الاون، لان التشانل ممكن تبقى ليها مقاومه، فدي مش حاله الاون. فعشان اوصل لحاله الاون لازم جنب الكونديشن ده ادخل على الجيت حاجه معينه. طب هو ايه الكونديشن بتاع البي، وايه الحاجه اللي بدخلها على الجيت لو بتعامل مع بي موسفت؟ هو الكونديشن كان في الان ايه؟ لو انتوا فاكرين الفي جي اس اكبر من او تساوي في تي، في الان العكس هتبقى ماينس في جي اس اقل من او تساوي ماينس في تي. احنا الماينس عاده في الحسابات بتلخبطنا، فاحنا هنعمل ايه؟ هناخد المودولس، يعني كاننا ضربنا في سالب واحد، فلما اضرب المنظر ده في سالب واحد هتبقى الفي جي اس العلامه هتتقلب اكبر من او تساوي الفي تي. معنى ان انا حاطه له مودولس كده ان انا بقول له ان الاصل هو ده، ان الفي جي اس هي بالماينس والفي تي بالماينس، فانا ما كتبتش حاجه غلط. المودولس يحافظ على الشكل ده، يبقى انا كده كاني كتبت الكونديشن بطريقه ابسط تبسط عليها الحسابات مش اكتر، بس هو مش غلط. يبقى الكونديشن هو مودولس في جي اس اكبر من او يساوي مودولس في تي، او اكتبه بالمنظر ده، ده الكونديشن. طب الكونديشن ده ضمن لك ان الشانل اتكونت، طب ليها مقاومه ولا ملهاش؟ انا مش عايز يبقى ليها مقاومه، فعشان ما يبقاش ليها مقاومه لازم ادخل على الجيت. احنا في الان كنا بندخل على الجيت اعلى جهد ممكن اللي هو لوجيك 1، في البي هندخل على الجيت اقل جهد ممكن اللي هو لوجيك 0. يبقى لازم الحاجتين دول هما الاتنين يتحققوا عشان اقدر اقول ان الموسفت بتاعي البي موسفت بتاعي شغال، يعني الوصله بين الدرين والسورس بقت كام؟ زيرو. اوكي، طيب بعد ما بقى اون هبتدي بقى اثبت له، احط له حاجه في ناحيه الايه واوري له ازاي الحاجه دي بتتنقل ناحيه البي. اوكي يا شباب، فهحط له ناحيه الايه كل الجهود الممكنه اللي هو من اقل جهد لاعلى جهد. اوكي، طيب يعني من 0 فولت لاعلى جهد اللي هو مين؟ الفي دي دي. طب هو مديني الفي دي دي؟ لو مديهاني هاخد الرقم اللي هو مديهوني، مش مديهوني هفرضه ب5 فولت. وهوريله بقى ازاي الزيرو لما يبقى عند الايه هيتنقل عند البي ولا لا لغايه الخمسه. اوكي، وخلي بالك انا رسمه السيمبل بتاع مين؟ بتاع البي، فعشان كده عامله دايره هنا. تمام، تعالوا نبدا. هقول له اي قيمة عند الاي عشان تتنقل عند البي لازم يحصل حاجتين، الجيت يبقى عليها اقل جهد ممكن والكونديشن ده يتحقق. فانا هريح دماغي ومن الاول هحط على الجيت اعلى جهد ممكن اللي هو 0 فولت، فالمفروض كنت اكتب هنا ان الجيت عليها 0 فولت وسمينا ال 0 فولت ده يا جراوند يا في اس اس، فدي غلط هصلحها في الورق، والورق اللي هيتبعت مع الفيديو هيبقى متصلح فيها الجزئية دي. اوكي، طيب
يبقى انا ريحت دماغي ودخلت على الجيت اقل جهد ممكن اللي هو 0 فولت. يبقى كل اللي انا هعمله ان انا هشيك على الكونديشن، فهقول له لو الاي عندها 0، 0 هيتنقل ولا لا؟ عشان يتنقل لازم يحصل حاجتين، الجيت يبقى عليها اقل جهد ممكن، خلاص ده احنا عاملينه، وفي كونديشن معين لازم يتحقق اللي هو مودولس الفي جي اس يبقى اكبر من او يساوي مودولس الفي تي. فتعالى نحسب، هو مودولس الفي جي اس بيساوي ايه؟ بيساوي مودولس في جي ناقص في اس. الفي جي بكام؟ الجيت داخل عليها كام؟ 0. الفي اس داخل عليها كام؟ ده السورس اهو، السورس اللي هو نفسه الاي، خلاص بكام؟ بزيرو، 0 ناقص 0 ب0. طب الفي ثريشولد بكام؟ هو ما ادهونيش فانا فرضته. خلي بالك احنا قلنا كل حاجه في البي عكس الان، البي الان عشان كان يشتغل محتاج في ثريشولد قيمته بوزيتيف، البي عشان يشتغل عكسه محتاج نيجاتيف في ثريشولد. فلو الفي ثريشولد بتاعي بنيجاتيف 1 يبقى ده معناه ان المودولس بتاعه بوزيتيف 1، خلاص يبقى هنا مودولس الفي ثريشولد ب1، يبقى الفي جي اس بزيرو، الفي ثريشولد ب1، فده اقل من ده يعني الكونديشن بتاعي مش متحقق، الكونديشن العلامه تبقى اكبر من او تساوي مش اقل. يبقى ده معناه ان الترانزستور بتاعي اوف، يعني الحاجه اللي عند الاي مش هتوصل للبي. اوكي، على فكره احنا المفروض متوقعين هو الان كان بيقدر ينقل الزيرو بس مش بيقدر ينقل اعلى جهد ممكن، اكيد البي عكسه، احنا قلنا البي عكسه في كل حاجه، فهو مش هيقدر ينقل الزيرو لكن هيقدر ينقل الجهد العالي، وده هنثبته دلوقتي. نكمل، لما الاي بواحد، الواحد ده لو موجود عند الاي هيتنقل للبي ولا لا؟ عشان يتنقل للبي لازم الوصله دي تبقى سلكه، الوصله دي عشان تبقى سلكه لازم ادخل على الجيت اقل جهد ممكن وفي كونديشن معين يتحقق، احنا كده كده مدخلين على الجيت اقل جهد ممكن. طب الكونديشن متحقق ولا مش متحقق؟ فهنشيك عليه. كونديشن هو مودولس الفي جي اس، يعني مودولس في جي ناقص في اس بتساوي كام؟ الفي جي اللي هو الجيت مدخلين عليها 0 ناقص الفي اس اللي هو الحاجه اللي عند السورس اللي هو نفسه الاي بواحد، 0 ناقص 1 بناقص 1 تحت المودولس ناقص 1، بره المودولس بكام؟ بواحد. طب ومودولس الفي ثريشولد بواحد، ايه علاقة الواحد بالواحد؟ العلامة دي ايكوال برضه هنعدلها. اوكي؟ فا ايكوال هو الكونديشن فيه ايكوال؟ اه فيه ايكوال، يبقى الكونديشن ده متحقق. يبقى الحاجة اللي عند الـ A اللي هي الواحد هتتنقل للـ B، يعني الـ B هيبقى بواحد، هيوصل له واحد. نكمل لغاية ما نوصل للخمسة. الخمسة لو عند الـ A عشان تتنقل عند الـ B لازم يحصل حاجتين، الجيت عليها أقل جهد ممكن، ده حاصل، احنا من الأول مدخلين 0 فولت طول الوقت على الجيت. وفي كونديشن معين يتحقق ان مودولس الفي جي اس بتساوي مودولس الفي جي ناقص الفي اس، نعوض الجيت عليها 0، السورس اللي هو نفسه الاي عليه 5، 0 ناقص 5 جوه المودولس بماينس 5، بره المودولس بخمسة. ايه علاقة الخمسة بمودولس الفي ثريشولد اللي هو الواحد؟ الخمسة اكبر، يعني كونديشن متحقق، يبقى الحاجة اللي عند الاي هتتنقل عند مين؟ عند البي، يعني الخمسة هتوصل الناحية التانية. فلو جينا نرسم له البلصاية اللي وصلت عند البي هنلاقي ان الزيرو ما وصلش، لكن اقل جهد ممكن وصل هو الواحد، اهو الزيرو ما وصلش، لكن لو جربنا الواحد هيوصل، اتنين هيوصل، التلاتة الاربعة الخمسة كله هيوصل ما عدا الزيرو. فالمنظر ده معناه لو بصينا على اقل جهد ممكن واعلى جهد ممكن هنلاقي ان البي سويتش مش بيقدر ينقل الزيرو زي ما هو، اقل جهد ممكن كان هنا 0، اقل جهد ممكن هنا 1، يبقى الزيرو مش بيتنقل، لكن اعلى جهد ممكن بيتنقل زي ما هو بالظبط. يعني الكلام ده معناه ان البي موسفيت او البي سويتش بروديوس بيديني جود 1 بيقدر ينقل لي اعلى جهد ممكن كويس جدا، واعلى جهد ممكن بنعبر عنه بلوجيك 1، اند بور 0 ما بيقدرش ينقل لي اقل جهد ممكن زي ما هو. اوكي، وعشان كده السؤال بيجي ازاي في الامتحان؟ يقول لك in details اشرح ازاي البي سويتش او البي موسفيت بيديني جود 1 وبور 0. فين الاجابه؟ هو اللي احنا قلناه دلوقتي. الاول اوريله ازاي البي موسفيت او البي سويتش بيشتغل عن طريق الجزئيتين دول، وبعدين اوريله ازاي لما يشتغل الحاجه اللي عند الاي بتتنقل للبي، فساعتها هيبان فعلا ان اقل جهد ممكن مش بيتنقل يعني بور 0، واعلى جهد ممكن بيتنقل زي ما هو يعني جود 1.
اوكي. قال لك خلاص اوكي، الكلام ده معناه ان ال N MOSFET او ال N switch بيقدر يديني جود زيرو، والبي موسفت او البي سويتش بيقدر يديني جود وان، يعني كل واحد فيهم فيه ميزة. طب ليه ما ادمجش الاثنين في سويتش واحد واستفاد بالميزتين؟ وعشان كده ظهر النوع الثالث من السويتشات اللي هو اسمه سي سويتش، اللي هي اختصار كومبلمنتري سويتش، او بسميه ترانسميشن جيت او باس جيت. خلي بالكوا عشان ساعات في الامتحان الدكتور لما بيتكلم عن السي سويتش ما بيقولش سي سويتش، ساعات بيقول ترانسميشن جيت او باس جيت. لازم نبقى عارفين ان السي سويتش هو نفسه ترانسميشن جيت، هو نفسه الباس جيت. طيب السي سويتش ده محتاجين نعرف له ايه؟ نفس الثلاث معلومات، شكله، ازاي اشغله، وبعدين السؤال اللي بيجي في الامتحان اللي هو لما يشتغل ازاي الحاجه اللي في ناحيه تتنقل الناحيه الثانيه. طب شكله ايه؟ السي سويتش زيه زي الان زيه زي البي، يرسمه كترانزستور، يرسمه كسويتش. خلاص لسه هنعرف ايه اللي ظهر معانا ده. طيب هو السي سويتش مش احنا قلنا عباره عن ان وبي مع بعض متوصلين على التوازي، ان وبي متوصلين على التوازي. فادي الان اهو، البي زيه بالظبط بس هحط كوره، متوصلين على التوازي يعني بدايتهم واحده ونهايتهم واحده. وعشان ما اشغلش بالي ده الدرين ولا السورس او ده الدرين ولا السورس، سميت الناحيه دي ايه والناحيه دي بي. لو رسمت الان والبي الاثنين كترانزستورز بسمي المنظر ده ترانزستور ليفل. هو انا ينفع ارسمهم كحاجه تانية؟ اه ينفع ارسم الان كسويتش، ان انا اعمل مستطيل وجواه ان واعمل الثلاث اطراف، وينفع ارسم البي كسويتش ان انا اعمل مستطيل جواه بي وما ننساش الدايره واعمل الثلاث اطراف جيت درين سورس. خلاص وهوحد البدايه واوحد النهايه واسمي ناحيه الاي وناحيه البي. اوكي لو رسمت الان والبي كسويتشات ساعتها بسمي المنظر ده سويتش ليفل. اوكي قالك هو انا عشان ارسم سي سويتش في الدايره بتاعتي هقعد ارسم كل ده او كل ده؟ فاختصارا للمنظر ده والمنظر ده قالك انا ممكن استخدم اشكال مختصره بتعبر عن السي سويتش، يرسمه بالمنظر ده. هو ليه كام طرف؟ ادي 1 2 3 4، فادي اربع اطراف. فانا ممكن ارسم السي سويتش بالمنظر ده او بالمنظر ده او بالمنظر ده او بالمنظر ده. المنظر ده الوحيد اللي برسمه بثلاث اطراف هو السيمبل. لو استخدمته لو رسمت المنظر ده، المنظر ده ليه ثلاث اطراف بس. اوكي طيب بس في مشكله. ايه مشكله؟ قالك دلوقتي ده سويتش صح، تمام، جواه ان وبي، تمام. الان ليه انبوت بدخله على الجيت، تعالوا نسميها جي ان عشان نفرق بينه وبين البي، والبي برضو ليه انبوت بدخله على الجيت، تعالوا نسميه جي بي. فده معناه ان انا عندي سويتش واحد ليه اتنين انبوتس، يعني ليه زرارين. هو ينفع يبقى عندي سويتش بتحكم فيه بزرارين؟ مفيش حاجه اسمها كده. طب نعمل ايه؟ ناس هتقول لك نوحد الانبوت، يعني نيجي ناخد الانبوت بتاع البي نوصله بالانبوت بتاع الان. ينفع الكلام ده؟ الكلام ده ما ينفعش. ليه؟ لان الان ليها انبوت معين بيشغلها غير الانبوت اللي بيشغل البي. طب نعمل ايه؟ قال لك في حل تاني، ممكن ندخل على الان انبوت هنسميه اس، وعكسه على البي هنسميه اس بار. وتعالوا نشوف الطريقه دي هتنفع ولا مش هتنفع. اوكي يبقى انا الان هدخل عليها اس والبي هدخل عليها اس بار. طب هنا فين الاس وفين الاس بار؟ ما هو انا مش مكتوب جيت، او مش واضح قدامي فين دخلت الجيت. فطالما الناحيه دي عندها دايره يبقى ده مدخل البي، والبي مدخلين عليه ايه؟ اس بار. الناحيه دي من غير دايره يبقى ده مدخل الان، الان داخل عليها ايه؟ اس. هنا في الشكل ده، الشكل ده ما فيهوش غير ناحيه واحده من غير دايره يبقى داخل عليها اس. هنا اهو الناحيه دي عندها الدايره يبقى عليها اس بار، الناحيه دي من غير دايره يبقى عليها الاس. نفس الكلام هنا. اوكي طيب كده عرفنا شكل السي سويتش، يرسمه كترانزستور ليفل بالمنظر ده، يا ك سويتش ليفل بالمنظر ده، يا اما اختصارا للمنظر ده والمنظر ده استخدم احد الاشكال دي. وعرفنا ان الان هندخل له انبوت هسميناه اس، وعكسه على البي سميناه اس بار. اوكي طيب ازاي بقى السي سويتش ده بيشتغل؟ اشغله ازاي؟ يعني امتى يبقى اون وامتى يبقى اون؟ ادخل له ايه يبقى اون وادخل له ايه يبقى اوف؟ فتعالوا نجرب. هو الانبوت اس
صح؟ وعكسه بيخش على البي. فلو الاس بزيرو ده معناه ان الاس بار بواحد. طب يعني ايه الاس بزيرو والاس بار بواحد؟ قال لك الاس بزيرو يعني الجيت بتاعت الان داخل عليها زيرو، يعني الان داخله زيرو. الاس بار بواحد يعني البي داخله واحد. طب هو الان لما يكون داخله زيرو يشتغل ولا ما يشتغلش؟ ما يشتغلش. احنا قلنا قبل كده الان لو داخله زيرو ما بيشتغلش. طب البي لو داخله واحد يشتغل ولا ما يشتغلش؟ ما يشتغلش. معنى ان الان مش شغال والبي مش شغال يبقى السي سويتش كله مش شغال، تمام؟ طب لو جيت بدل ما ادخل الاس بزيرو دخلتها بواحد، يعني ايه الاس بواحد؟ يعني الاس بار بزيرو. ايوه يعني ايه الاس بواحد والاس بار بزيرو؟ ما هو الاس بواحد يعني انا مدخل للان واحد، لوجيك واحد. الاس بار بزيرو يعني انا مدخل للبي لوجيك زيرو. فالان لو دخلها واحد هيشتغل، ان سويتش لو دخله واحد هيشتغل، والبي سويتش لو دخله لوجيك زيرو هيشتغل. فطالما الان والبي داخل شغالين يبقى السي سويتش ماله شغال. دي بي يا شباب هنصلحها برضه. اوكي، يبقى احنا كده عرفنا شكل السي سويتش، عرفنا ازاي يشتغل. لو الاس بزيرو السي سويتش هيبقى شغال، لو الاس بواحد السي سويتش مش هي... سوري العكس، لو الاس بزيرو السي سويتش مش هيبقى شغال، لو الاس بواحد السي سويتش هيبقى شغال. خلاص دي تاني معلومه. تالت معلومه بقى، تفتكروا السؤال فيها هيبقى عامل ازاي؟ هيقولك ايه ديتيل، عرفني او اشرح لي او وريني ازاي السي سويتش بيديني جود زيرو وجود وان. هنعملها له ازاي؟ الاول اوريله ازاي السي سويتش بيشتغل، ولما اشغله ابتدي اوريله ازاي الحاجه اللي في ناحيه تتنقل الناحيه التانيه. وانا بوريله النقله دي هيظهر بقى ان هو بيقدر ينقل الزيرو وبيقدر ينقل اللوجيك وان اللي هو اقل جهد واعلى جهد. طب ازاي السي سويتش هيشتغل؟ ما هو السي سويتش ده جزئين مش ان وبي، صح؟ فاحنا قلنا السي سويتش عشان يشتغل في حاجتين لازم يتحققوا، في شرط لازم يتحقق وفي حاجه لازم تخش على الجيت. خلاص، فاروح اسمى نصين. ايه الشرط اللي لازم يتحقق؟ خلي بالك السي سويتش جزئين ان وبي، فشرط الان روح خده من عند الان ان الفي جي اس اكبر من او تساوي الفي ثريشولد، شرط البي ان مودلس الفي جي اس اكبر من او تساوي مودلس الفي ثريشولد. الشروط دي لو اتحققت يبقى انا ضامنه ان التشانل اتكونت. طب التشانل مقاومتها بزيرو ولا ليها مقاومه؟ انا عايزه مقاومتها بزيرو، فعشان مقاومتها تبقى بزيرو لازم الجيت ادخلها حاجه معينه. فالجيت بتاعت الان محتاجه لوجيك 1، الجيت بتاعت البي محتاجه لوجيك 0. خلاص، يبقى انا كل اللي عملته هنا ان انا خدت الحاجات اللي تحت الان كتبتها في الناحيه دي، الحاجات اللي ناحيه البي كتبتها في الناحيه دي. يبقى انتوا لو واخدين بالكم شرحنا الان وفهمناه، عكس قلناه في البي، في السي بناخد اللي عند الان والبي نحطهم مع بعض. اوكي، لو الحاجتين دول اتحققوا، الحاجتين مش حاجه واحده فيهم، يبقى الترانزستور بتاعي او السي سويتش بتاعي بقى اون، يعني الوصله بين الناحيه دي والناحيه دي بقت سلكه. طب هي يعني ايه سلكه؟ يعني الحاجه اللي هحطها في ناحيه تتنقل الناحيه التانيه، فده اللي هثبته له في الجزئيه دي. اوكي، خلي بالكوا انا رسمه الرسمه هنا زي بالظبط هنا، بس بدل ما كنت رسمها الترانزستورات واقفه نيمتهم، مش هتفرق. اوكي، المهم اخد بالي ان الان ما عندوش دايره، البي عنده دايره ووصل البدايه والنهايه. اوكي، فانا هحط له هنا كل الجهود الممكنه من زيرو، دي خمسه هنكتبها برضو من زيرو لخمسه، وانا فرضت ان الفي دي دي بخمسه على اساس انه ايه، هو مش مديني الفي دي دي بكام، لو اداني التزم بالرقم اللي هو مديهولي. خلاص، هشوف بقى الزيرو هيوصل ولا لا، الواحد هيوصل ولا لا، لغايه ما اوصل للخمسه. انا هعمل لكم الزيرو والخمسه، بس لو جه في الامتحان هنعمل الحاله الاولى والحاله الاخيره واي حالتين في النص. اوكي، فلو الاي بزيرو، لو عند الاي في زيرو فولت، زيرو فولت ده هيوصل عند البي ولا لا؟ فانا هقول له بص بقى، احنا دلوقتي بنتكلم عن السي سويتش، والسي سويتش ده جزئين ان وبي، صح كده؟ فعلشان السي سويتش يشتغل لازم اشغل الان والبي. طيب الان بيشتغل ازاي؟ لازم يدخل، لازم في كونديشن معين يتحقق وادخله على الجيت اعلى جهد ممكن. فانا رايح دماغي وادخل طول الوقت على الجيت اعلى جهد ممكن اللي هو الفي دي دي اللي فرضناه بخمسه.
نفس ده لو دخلت على جيت اعلى جهد ممكن، لازم بقى في شرط يتحقق. اوكي، طب عند البي عشان يشتغل محتاج ادخل على الجيت اقل جهد ممكن اللي هو 0 فولت، وكمان في كونديشن معين يتحقق. فانا من البدايه هدخل على الان اعلى جهد ممكن وعلى البي اقل جهد ممكن، وكل اللي انا هعمله بعد كده ان انا بشيك على الكونديشن بتاع الان والكونديشن بتاع البي. اوكي، فلو الاي بزيرو، هل كونديشن الان متحقق؟ كونديشن الان ان الفي جي اس تبقى اكبر من او تساوي في ثريشولد. الفي جي اس بكام؟ الفي جي اس بفي جي ماينس في اس. الفي جي الجيت بتاعت الان، انا بتكلم على الان دلوقتي، هروح للجيت بتاعت الان داخل عليها كام؟ 5 فولت. يبقى 5 ناقص الفي اس اللي هي نفسها الايه بكام؟ بزيرو. 5 ناقص 0 ب 5. طب الفي ثريشولد بكام؟ ب 1 فولت. الخمسه اكبر من الواحد يبقى الكونديشن متحقق، يعني الواصله بين الاي والبي من ناحيه الان كده دي بقت سلكه، يعني الحاجه اللي عند الاي هتتنقل عن طريق الان مصفت للبي. اوكي، طب بالنسبه للبي مصفت احنا هنشيك بس على الكونديشن، لان كده كده اول حاجه احنا عاملينها ان هو ان احنا مدخلين على الجيت المطلوب، فكونديشن البي ان مودولس الفي جي اس يكون اكبر من او تساوي مودولس الفي ثريشولد. مودولس الفي جي اس بكام؟ الفي جي الجيت بتاعت البي، انا بتكلم على البي مصفت دلوقتي، الجيت بتاعت البي داخل عليها زيرو، ناقص الفي اس اللي هي نفسها الاي بكام؟ بزيرو. زيرو ناقص زيرو بزيرو. ومودولس الفي ثريشولد فرضناه بكام؟ بواحد. زيرو اقل من الواحد يبقى الكونديشن مش متحقق، يعني البي مصفت اوف، يعني الوصله اللي هنا مفتوحه. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان الزيرو هيتنقل، بس هيتنقل عن طريق الان مصفت، وطالما اتنقل عن طريق الان مصفت يبقى هو هيوصل زي ما هو، يعني هيوصل جود. احنا عايزين الزيرو يتنقل عن طريق الان، والخمسه تتنقل عن طريق البي، لان الان بيقدر ينقل الزيرو جود بينقله زي ما هو، والبي بيقدر ينقل الخمسه زي ما هي اللي هو لوجيك 1. فالزيرو عايزينه يتنقل عن طريق الان، وال1 لوجيك 1 يتنقل عن طريق البي، وهو ده فعلا اللي هنلاقيه حاصل دلوقتي واحنا بنثبت. انت هتكمل بقى، انا هعمل معاك اخر حاله، انه لو الاي عندها 5، يا ترى الخمسه دي هتتنقل عن طريق الان ولا البي؟ هي وصله واحده بس اللي بتتقفل، وانا مش محتاجه على التوازي غير انه سكه واحده بس تتقفل، بس المهم السكه الصح هي اللي تتقفل عشان الحاجه تتنقل زي ما هي بدون فقد، ويبقى السي سويتش فعلا اداني جود 0 وجود 1، يعني استفاد بمست الان وبمست البي. طب يا ترى الخمسه هتتنقل عن طريق مين؟ تعالوا نشيك. احنا كده كده محققين اول جزء من المطلوب، ان احنا مدخلين على الجيت بتاعت الان والجيت بتاعت البي المطلوب، فاحنا هنشيك بس على الكونديشن ناحيه الان وناحيه البي. كونديشن ناحيه الان ان الفي جي اس اكبر من او تساوي في ثريشولد. الفي جي اس بكام؟ في جي ماينس في اس. الجيت بتاعت الان، انا بتكلم على الان، الجيت بتاعت الان داخل عليها كام؟ 5. والفي اس اللي هي ايه؟ اللي هي الاي نفسها اللي هي ب5، 5 ناقص 5 بزيرو. والفي ثريشولد بكام؟ فرضناه بواحد. زيرو ايه علاقته بالواحد؟ الزيرو اقل من الواحد يبقى الان مصفت مش شغال، يبقى الحاجه اللي عند الاي اللي هي الخمسه مش هتتنقل عن طريق الان مصفت. الحمد لله احنا عايزين كده اصلا. خلاص، طب تعالوا نشوف البي. البي الكونديشن بتاعه مودولس الفي جي اس لازم يبقى اكبر من او يساوي مودولس الفي ثريشولد. فتعالوا نشوف الكلام ده متحقق ولا لا. الفي جي اللي هي الجيت بتاعه البي داخل عليها كام؟ زيرو. طب والفي اس اللي هي نفسها مين؟ الاي، صح، ب5. زيرو ناقص 5 جوه المودولس بماينس 5، بره المودولس ب5. ايه علاقه الخمسه بمودولس الفي ثريشولد اللي هو بواحد؟ الخمسه اكبر، يبقى الكونديشن متحقق، يبقى الحاجة اللي عند الاي اللي هي الخمسة هتتنقل عند البي، بس عن طريق البي مصفت، يعني دلوقتي الوصلة اللي هتتقفل هي الوصلة دي، السكة بين الاي والبي هتتقفل عن طريق البي، يبقى البي هو اللي هينقل لي الخمسة فولت اللي هو أعلى جهد ممكن اللي هو لوجيك 1، وطالما البي هو اللي هينقله يبقى هيتنقل جود. يبقى الكلام ده معناه لو بصينا على البلس اللي كانت عند الاي والبالس اللي وصلت عند البي، هنلاقي ان اقل جهد ممكن اللي هو لوجيك زيرو اتنقل تمام، لان احنا اثبتنا انه هيتنقل عن طريق الان، واعلى جهد ممكن اللي هو الخمسه اللي هو لوجيك 1 اتنقل عن تمام زي ما هو لانه اتنقل عن طريق البي.
الكلام ده معناه ان ال C switch اللي هو N و B مع بعض بيديني جود 0 وجود 1. احنا كده خلصنا اخر جزء نظري في chapter 2، والفيديو الجاي هنبتدي في الديزاين. فانا محتاج اعمل معاك conclusion على اللي احنا قلناه دلوقتي علشان ده اللي هيفيدني قوي واحنا بنبتدي نعمل ديزاين. اوكي، ملخص الكلام اللي احنا قلناه النهاردة ان ال N MOSFET بيشتغل لو دخلت له على الجيت لوجيك 1، ساعتها لما يشتغل بيديني جود 0 وبور 1. ولانه بيديني جود 0 فانا دايما هبقى عايزه هو اللي ينقل لي الزيرو، هو المسؤول عن نقل الزيرو، مش عايزه ينقل لي ال1 لانه بينقله بفقد. خلاص، وشكله اهو كالاتي اهو من غير دايره، جيت ودرين وسورس ومفيش دايره عند الجيت. طب البي موسفت عكسه بيشتغل لو الجيت عليها لوجيك 0، وساعتها لما يشتغل هيديني جود 1 وبور 0، عشان كده انا عايزه دايما ينقل لي ال1 مش عايزه ينقل الزيرو. خلاص، وشكله نفس المنظر بتاع ال N، بس هنيجي نحط دايرة عند الجيت عشان نفرق بين ال B MOSFET وال N MOSFET. دي أول معلومة عرفناها، بيشتغل إمتى وبيديني إيه، كل واحد فيهم بيشتغل إمتى وبيديني إيه، وكل واحد فيهم شكله إيه. في بقى معلومة محتاجين نثبتها مع بعض، إن أي N MOSFET دايما دايما ال input بدخله على الجيت، ال output باخده من الدرين، والسورس بحط عليه يا جراوند يا في دي دي. تعال نحط الكلام ده، الانبوت دايما بدخله على الجيت سواء بتكلم عن ان او بي، الاوتبوت دايما باخده من على الدرين سواء بتكلم عن الان او البي، والسورس عليها جراوند يا في دي دي. طب سورس الان احط عليه جراوند ولا في دي دي، وسورس البي احط عليه ايه برضو؟ قال لك ثواني، هو الان ده انت عايزه ينقل لك ايه؟ ينقل الزيرو، يعني عايزه لما يشتغل يعني الوصله دي تتقفل اللي يطلع في الاوتبوت زيرو، انا مش عايزه ينقل لي واحد. طيب ما هو يبقى الكلام ده معناه ان انا احط عند السورس ايه؟ جراوند، يعني لو حطت هنا جراوند يعني زيرو فولت، ساعتها لان لما يشتغل يعني الوصله دي تبقى سلكه، فيبقى الزيرو يتنقل هنا، انا عايزه يطلع لي زيرو مش عايزه يجي ناحيه ال1. العكس في البي، انا عايزه لما يشتغل يعني الوصله دي تتقفل عايزه ينقل لي لوجيك 1 اللي هو اعلى جهد ممكن، عشان كده هحط عند السورس بتاعه ايه؟ في دي دي. يبقى السورس بتاع ال N بوصل عليه جراوند، السورس بتاع ال B بوصل عليه في دي دي. بس احنا متعودين دايما ان البطاريه تبقى لفوق مش لتحت، فعشان كده هرسم ال B MOSFET بطريقه تانية، ان انا ابدل الدرين بالسورس، مش تفرق في حاجه، هرسم السورس فوق ومعاه ال في دي دي، والدرين تحت ومعاه الاوت. يبقى دايما وانا في الديزاين ال N برسمه بالمنظر ده، الجيت هدخل عليه الانبوت والدرين عليه الاوتبوت والسورس عليه جراوند، وفي ال N وانا برسم ال N MOSFET برسم الدرين فوق والسورس تحت، لان دايما الجراوند بيبقى لتحت. لكن وانا برسم ال B هدخل الجيت عليه الانبوت على الجيت برضو، والدرين عليه الاوتبوت والسورس عليه البطاريه، وعشان كده دايما وانا برسم ال B هرسم السورس بتاعه فوق لان معاه البطاريه، واحنا متعودين البطاريه بتبقى لفوق، وهرسم الدرين لتحت. اوكي، يبقى اول جزئيه في الكونكلوجن عرفنا كل واحد فيهم بيشتغل امتى وبيديني جود ايه، وعرفنا شكله ايه، وجوه الشكل ده عرفنا كل طرف هنوصل عليه ايه، مين اللي عليه الانبوت ومين عليه الاوتبوت، والسورس بتاع كل واحد فيهم عليه جراوند ولا في دي دي. تاني حاجة بقى، كلامنا ده معناه ان وانا بعمل ديزاين، بما ان ال N بيديني جود 0 وال B بيديني جود 1، فوانا بعمل ديزاين نص الدايرة هعملها باستخدام مجموعة N MOSFETs، والنص التاني هعمله باستخدام B MOSFETs. طب وانا برسم ال N ال N MOSFETs ارسمها تحت ولا فوق؟ احنا عارفين ان ال N معاها السورس بتاعها متوصل مع الجراوند، ودايما الجراوند بيبقى لتحت، عشان كده ال N MOSFETs دايما هنرسمها تحت في الجزء اللي تحت من الدايره. لكن ال B MOSFET لان السورس بتاعه متوصل معاه في دي دي، واحنا متعودين ان ال في دي دي او البطاريه بتبقى لفوق، فهتلاقونا واحنا بنعمل ديزاين ال B MOSFETs بنحطه
بنحطها في النص اللي فوق من الدايرة، يبقى ده جزء ال B، ده جزء ال N. ال B اهو بصوا كده، ال B فوق خالص VDD، تحت output، فوق VDD تحت output. طب ال N فوق output تحت ground، اهو فوق output تحت ground. طبعا اي دايرة ليها output واحد، فهتلاقونا بنوحد ال output ده بال output ده عشان الدايرة تديني output واحد. يبقى نص الدايرة هعمله باستخدام مجموعة N MOSFETs عشان تديني جود زيرو، وال N MOSFETs لأن معاها ال ground هنرسمهم تحت، والنص التاني من الدايرة هنعمله باستخدام ال P MOSFETs وهنرسمها لفوق، لأن ال P MOSFETs معاها البطارية، واحنا متعودين دايما ان البطارية بتبقى لفوق. الكلام ده بنسميه CMOS technologies، ده تعريف بيجي في الامتحان. يعني ايه CMOS technologies؟ يعني مقصود بيها انه لو فتحت اي تشيب او اي اي سي هلاقي نصها معمول باستخدام ال N MOSFETs والنص التاني باستخدام ال P MOSFETs. ليه استخدمت N و B؟ لان احنا عرفنا ان ال N بيديني جود 0 وال B بيديني جود 1، فانا عايز الدايرة تديني جود 0 جود 1، فهستخدم N و B عشان في الاخر الدايرة تبقى بتطلع لي ال 0 جود وال B جود وال 1 جود، ما يبقاش عندي اي فقد. تمام، احنا كده خلصنا النظري، الجزء الاولاني من النظري في تشابتر 2، يعني نظري بتاع تشابتر 2 خلص، وكل الجزء اللي جاي ديزاين سهل جدا وبسيط، بس معتمد على النظري اللي شرحناه. يعني لازم نبقى فاهمين الجزء ده كويس وسامعين الفيديوهين اللي على تشابتر 2 بتوع النظري عشان نقدر نحس فعلا ان الديزاين سهل ونضمن الدرجات بتاعته. شكرا.